السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم حبايب؟ يا رب تكونون بألف خير وصحة وسلامة. اليوم حبيت أقدم لكم شوربة حامض شلغم بدون كبة بدون لحم، يعني سويناها بطريقة جدا مبسطة وسريعة، وسويناها حمرة. إذا حبيتوا تسووها مثل اللون الأصفر العادي همين تقدرون. فخلينا نشوف بالبداية شنو نحتاج. هنا بالبداية خليت زيت بالجدر على النار، وخليت حبة بصل فرمتها ناعم تقريبا أو وسط. وبعد ذلك هنا قطعت تقريبا 3 حبات من الشلغم. الشلغم أو الليفت يعني بعض الدول هيك تسميه، وهذا يكون شكله يعني حتى الباقي يفتهم اللهجة مالتنا. وعندنا أيضا رشة فلفل أسود نخليلها أثناء الحمس، ورشة من الكاري. تقليب مستمر لحد ما تطينا فد لون ويتذبل همينة الشلغم. قطعته هيك مكعبات صغيرة، من بعد ما يتذبل أضيف عليه السلق، وهنا عندنا ملعقة طعام من المعجون همينة نحمسها ويا الشلغم والسلق والبصل. بهارات بسيطة، ما خلينا هواية بهارات. هنا عندنا تقريبا 3 أكواب كوب القياس من عصير الطماطم، نخليها شوية تسبك. كل شوية نحركها لأن شوية هي تكون ثخينة حتى ما تلتصق بالجدر. وبعد ذلك نضيف لها مي حار، حار أو مغلي. وهنا أنا أكون فد ربع كوب من التمن أو الرز منقعته، وشوية هيك يعني تقدرون تدقونه بالإيد أو بالخلاط يعني يتكسر حتى يصير ثخين بالشوربة، ما تطلع يعني مثل الحباية كاملة. فد ربع كوب يكفي بالنسبة لهاي الكمية اللي أنا سويتها، تقدرون تكثرون أكثر. ونخليها تغلي، وهنا راح أضيف يا أما عندكم عصير تمر الهند أو دبس الرمان. فد 4 ملاعق طعام أو 3 حسب الحموضة اللي أنتوا تحبوها، تقدرون تضبطوها أثناء التذوق. وخليها على نار وسط حتى ما ينزل التمن بقاع الجدر ويلتصق، على نار وسط. وكل شوية نقلبها لحد ما تسبك وتظهر عليها على الوجه بقع زيت تكون هي مستوية، وحبات التمن مفتوحة تكون جاهزة. وهنا من بعد ما تسبكت وأصبحت جاهزة نبدي نفرغها بالصحون التقديم. فشي هواية سهل وأكلة شتوية تعتبر، وعراقية بنفس الوقت. يعني حبيت أقدمها لكم وبدون لحوم بدون كبة بدون، يعني اقتصادية بنفس الوقت. وهذا يكون شكلها النهائي. أتمنى يا ربي تعجبكم، ولا تنسونا باللايك، يا ريت تشاركون هذا الفيديو بين الأصدقاء. في أمان الله.